واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة موليم الرائدة في توزيع الأجهزة الإلكترومنزلية. استطاعت فيتكو أن تدخل السوق التنافسية المغربية بجدارة في سقف زمني قدره 6 سنوات، كما تتميز باستيرادها للمنتوج الإلكترومنزلي من مختلف معامل العالم وإدخال واردات مادية تتصاعد سنوياً منذ نشأتها. أنشئت شركة فيتكو عام 2000 لثلاثة أهداف: أولاً لتلبية رغبات المجموعة بتوفيرها لمواد غير موجودة محلياً وبشكل يومي. ثانياً لوضع استراتيجية للنوع وإدخاله للمبيعات ليصبح علامة في الميدان. ثالثاً المحافظة على مستوى المنافسة في السوق بتوفير منتجات بجودة عالية وأثمنة مناسبة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع والضمان. فيتكو est venu enrichir le paysage électroménager marocain en l'an 2000. Il a été créé justement pour combler un vide qui se trouvait entre d'une part de grandes marques qui se vendaient à un prix très cher et des sous-marques qui se vendaient à un prix très bas. كي تصل فيتكو إلى أهدافها في ظرف وجيز، دعمتها المجموعة بجميع الوسائل المادية، اللوجستيكية والبشرية، وذلك ما ساعدها لتصبح وبسرعة مادة معروفة في السوق بجودة منتوجها وخدمة ما بعد البيع. تعتبر مجموعة موليم الرائد الوطني في مجال التوزيع والتجهيز المنزلي لتعاملها مع ماركات قوية مثل سوني، فيليبس، فاغور وسييرا، والتي تنضوي تحتها فيتكو لتوزيع المنتجات في أرجاء المملكة. تحقق منذ سنوات عديدة نتائج استثنائية بما في ذلك رقم العائدات التي تتطور كمردودية. هذه المجموعة تضم الآن 5 شركات بما فيها 3 تتخصص في التوزيع بالجملة في الماركات العالمية والتي تغطي مجموعة التراب الوطني. موليميك وهي أول شركة في المجموعة، تأسست سنة 1990 بأسفي، والتي تسير المنطقة الوسطى بالمغرب انطلاقا من الدار البيضاء إلى أكادير. الدار الكبيرة بسوس وهي ثاني شركة تأسست بأكادير سنة 1995، عملا بسياسة القرب والخدمة الجيدة للجنوب أكادير إلى العيون. الجوهرة الإلكترونية تأسست سنة 1997 بالدار البيضاء، وهي تسير التوزيع بمنطقة الشمال انطلاقا من الدار البيضاء إلى طنجة. ميزة وهي آخر شركة في المجموعة، وتأسست عام 2004 بالدار البيضاء، وتعتبر أول معرض نموذجي للتوزيع العصري. فيتكو تأسست سنة 2000 حيث أصبحت محوراً رئيسياً للمجموعة متخصصة في الاستيراد، وهي ماركة شابة ضمن الماركات الرائدة للتجهيز المنزلي بالسوق المغربية. وبعد 20 سنة من الخبرة في مجال الإلكترومنزلي، أصبحت مجموعة موليم رائدة في بيع منتجات التجهيز المنزلي، واليوم
طورت المجموعة ماركتها الخاصة فيتكو لتأسيس مربع الجودة بثمن مقبول لأغلبية المستهلكين المغاربة. عند انطلاقة ماركة فيتكو بدأت الشركة أنشطتها بقطع البارابول، آلة الغسيل النصف الأوتوماتيكي، وهي خطوة مهمة للأمام نحو الدخول إلى المستهلك المغربي. وبعد سنوات من العمل استطاعت فيتكو توزيع دائرة منتجاتها. Voici donc une gamme très riche, un large choix pour le consommateur, étant donné que le Fitco aujourd'hui dispose d'environ 70 modèles différents. Fitco, Fitco, Fitco climatiseur. Fitco, التلفاز والريسبتور. ألوان البهجة والسرور. ولا جافيتكو يا غزالي. بيعطيني يا دلالي. فيتكو آلة تصبين. ملي همتي. وش هي ويت اللي بغيتي. ويزين يا فيتكو يا حبيبتي. فيتكو الجودة اللي تمنيتو. في كل عام تصنع وتستورد آلاف المنتجات من مختلف الدول، وخصوصا أوروبا واليابان وكوريا وتركيا والصين. وتتسم فيتكو بخصوصيتها العالية والمتوجهة نحو اختيار المنتجات التي تتسم بالجودة العالية وبقيمة مضافة. قامت فيتكو بعمل شراكات عالمية مع منتجين ذوي مستوى عالي وبمواصفات عالمية. لمقدرة فيتكو العالية على التحكم في الأجواء الداخلية للسوق، استطاعت أن تدعم الوسائل اللوجستيكية والبشرية للمجموعة بإسنادها للبنية التحتية لمئات الأشخاص وامتلاكها لحوالي 20 شاحنة المستخدمة للتوزيع. وبذلك هي تتمكن من تلبية طلبات المستهلكين في وقت وجيز أينما تواجدوا. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة مهمة من زبناء المجموعة، والتي تتجاوز 1000 بائع على مساحة تغطي المملكة بأكملها. الحمد لله صفحوا الشركة الثلاثة تغطي التراب الوطني الحمد لله، وتصبح عندنا مجموعة ديال ما يناهز 1000 زبون على المستوى الوطني. الدعم ديال المجموعة للشركة الحمد لله متواصل من أجل التعريف بالماركة، زيادة على الإشهار به، زيادة على الجودة ديالها. الحمد لله نتمنى إن شاء الله على أساس باش تمشي بعيد وتكون من الماركات الأوائل المعروفين على الصعيد الوطني. وشكرا. تهدف فيتكو دوما البحث عن الجودة، لذا فهي توفر مختبرا تقنيا للمراقبة يضم مجموعة من المهندسين والتقنيين بمراقبة يومية واضحة للمنتجات وكذلك لطريقة الاستيراد. هؤلاء المهنيين يقومون بكل الاختبارات الضرورية لضمان وتأكيد مواصفات الجودة العالية للمنتجات عموما. إن هذا القسم يطرح سلسلة خدمة ما بعد البيع، خدمة مركز فيتكو التي تتموقع في فضاء مساحته 875 متر مربع، ويضم بنية تحتية للاستقبال ومتابعة الزبائن، ورشتان، ورشة بيضاء وورشة بنية. ثلاثة مراكز: مركز لقطع الغيار، مركز للإصلاح، ومحل للقطع التي تم إصلاحها. هناك أيضا قاعة للتدريب المجهز. وبفضل الأهمية التي توليها الشركة لعامل الجودة، تعتبر خدمة ما بعد البيع لفيتكو من بين الأفضل في المغرب.
أعطت هذه الشركة الشابة الكثير من الأهمية لعامل التواصل، ولهذا السبب تابعت الاستثمار أكثر فأكثر لتشجيع للموزعين وأيضا للمستهلكين، وذلك من خلال حملات إشهارية وتقديم هدايا والقيام بأنشطة مباشرة لزبنائها. إنها اليوم تضع طابعا جماهيريا انفراديا لماركتها، حيث تمول فريقين لكرة القدم أولمبيك أسفي والدفاع الحسني الجديد. فيتكو est aussi une entreprise citoyenne dans le sens où elle a sponsorisé deux équipes qui font partie de l'élite des équipes marocaines, à savoir l'Olympique de Safi et le دفاع الحسني الجديد. Ces deux équipes ont été sponsorisées pour une durée de 4 ans. Ils ont donc reçu l'appui financier et logistique de FITCO, nous permettant ainsi donc de jouer des rôles parmi les meilleurs du club marocain. اليوم تحرص فيتكو على التواصل المستمر في طريق الإبداع وكسب الثقة من المستهلك، وذلك من خلال المواكبة المستمرة للمراقبة النوعية والتطور في عمل الشراكات والمضي نحو الأمام دوما وبلا توقف. معتبر غزالي اجي وليلكتروميناجي فيتكو 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 كليماتيزر الهواء نقيت يدور فيتكو التلفازة والريسيفتر الوان البهجة والسرور ولا جا فيتكو يا غزالي برعتني يا دلالي فيتكو آلة تصبين ملي همتي وش هي وات اللي بغيتي ويزينير فيتكو يا حبيبتي فيتكو الجودة اللي تمنيتو.